عشاق رضا، اينما كنتم اهلا بكم في ميكرو سبور. من بعد ما قرروا مسؤولي مركب محمد الخامس انهم يحطوا جوج ماكانات، واحده في جهه ديال الرجاء والاخرى جهه الوداد، اليوم نزلنا للشارع باش نسولوا بعض المواطنين واش المواطنين مع هذا القرار هذا ولا لا. بقوا معنا نشوفوا الاجوبه ديال الناس. انا افضل انها تبقى للرجاء لانها ارتبطت بالجمهور ديال الرجاء، بالتقاليد الرجاء، بالهويه ديال الرجاء. نخليوها للرجاء، ولا بغاو يديروا شي حاجه اخرى لبلاصه الوداد يديروا شي حاجه اخرى، ماشي بالضروره مكانه اي حاجه اللي ربما انها تولي مرتبطه بالجماهير ديال الوداديه، ونوليو هادو يقول لنا جمهور المكانه والاخرين يقول لهم جمهور شي حاجه اخرى، وثلاث انواع مزيان. يا راه مزيانه غيديروا جوج مكانات باش ما يبقاش الفرق، اش ولا ما يبقاش الفرق ما بين الرجاء وبين الوداد، غيوليو بجوج في مكانات، ما يبقاش تقول مكانه، غتولي بحال بحال. والمكانه دار في جهه الوداد ولا جهه الرجاء، راه الكورفه السود كتبقى الكورفه السود، والكورفه نوض كتبقى الكورفه نوض، يعني واخا دير المكانه هنا ولا هنايا ما كاينش فرق. لا المكانه ديال الرجاء غتبقى ديال الرجاء بوان فينا. لا هي ميزه بالمكانه خصها تبقى بالمكانه، الوداد عندها السي ديالها والرجاء عندها السي ديالها، اللي جينا نخلطوا ما بقاش هذيك الدير. لا خاص تكون مكانه وحده، حيت الرجاء تسماش عليهم مكانه، ما يمكنش الفريم يجي يديروا لهم تما مكانه. تخاخ مشكله، كاين عند بعض شي ناس عندهم لا ميموار بسيطه، بحال دابا شي حاجه بسيطه كي فهمتي كيغضب عليها ولا كيكع عليها ولا شي حاجه، تخاخ مشكله. حقات الوداد خاصة الوداد، ياك الراجل ديالنا حنايا، التيار فين مابقاش كرة مشكلة. وجمهور الرجاء معروف بجمهور المكانه، عوض جمهور الوداد اللي هو معروف بجمهور فريميجا، فغيكونوا جوج مكانات بالتيران ما جاتش. خاصهم يميزوهم، جمهور الرجاء معروف جمهور المكانه، ما يمكنش جمهور الوداد غادي حتى هو يديروا في مكانه. لا خاصو يكون لوكال متحيد المكانه في نظري انا كاع، لكن السبب الشغب هو هذه المكانه. نغيروا شي تغيير اخر، ما يبقاش غير الاسطوانه تدور على المكانه. هذه المكانه دايره لنا الشغب ومدايره العقليه ديال الشباب، انه هو مخليهم في هذه المسائل، هذا الشغب اللي كاين وهاد الضحايا اللي كيوقعوا، والشباب كيموتوا بدون ما كيعرفوا عائلاتهم كيفاش ماتوا وكيفاش، راه هذا الشيء كيقلق وكيجرح القلوب. فالرياضه خصها تبقى في واحد الاحترام ديالها والتقدير ديالها. اذا مشاهدينا كيف ما شفتوا معنا، في الاغلبيه ديال المواطنين قالوا على انهم ضد انه المكانه تحط في جهه الوداد، بكون ان الجمهور الرجاء هو الوحيد اللي معروف عليه جمهور المكانه. الى هنا مشاهدينا وصلنا لنهايه الحلقه، كنضرب لكم موعد في حلقه جديده بحول الله، الى اللقاء.